جوجلي وصلنا لتل الرمان اي منطقه وما يعني ايش ما نتعاجز انه حتى لو قطعه واحده قطعتين نروح نوصلها مكويه ونرجعها. والله الاجهزه اللي عندنا جبناها من تركيا. يعني بصراحه صارت عمليه يعني وضع استراتيجيه جيبات انه هذول من ناحيه الكفاءه يعطون كفاءه عاليه وسعرهم مناسب. اكيد نحن هسه نحن عندنا ثمن عمال يشترون عندنا، تعرف بكل القواطع ناس تشتغل تستلم، ناس توصل، ناس توصل محيفيه، فكل واحد على ضمن قطاعه، ناس بالاداره والحسابات، فكل من على ضمن قطاعه، هذا الشغل يعني. ونحن ما بس هالشكل، نحن اكو اشخاص طلعوا من هوني اشتغلوا وتركوا الشغل وفتحوا غير مصلحه خلال يعني خلال 8 اشهر هاك الشيء. هاي الفكره بصراحه جتنا يعني نحن يمكن نحن الاول بالموصل عملنا هذا الشيء، انه التوصيل والترجيع كله 3000 دينار، يجيك لي مكان باب بيتك سواء كان اي بيت بالموصل يجيك لي باب بيتك ويرجع، يعني مثلا من ناحيه اللي هي ايمن الموصل، ايسر الموصل، ما اقول لك اطراف بس يعني نحن كم وصلنا لي جوجلي، كم وصلنا لي تل الرمان، اي منطقه وما يعني ايش ما نتعاجز انه حتى لو قطعه واحده قطعتين نروح نوصلها مكويه ونرجعها. اول ما يجينا الزبون تعرف احنا عندنا كل شخص اغراضه عزيزه علينا، نرقمه ندخلها سيستم وبعد ذلك ندخلها، اذا كان بها بقع نعالجها. نعالجها عندنا جهاز مال معالجه وعندنا مواد يعني بحيث انه ما تضر هذا الشيء، ومن بعدها نحولها على الغسل، من بعد قسم الغسل نحولها على التجفيف، من التجفيف نحولها على الكوي، وبعد الكوي نحولها على التغليف، ومن بعد التغليف يحولوها على قسم المحاسبه يكملوها حسابه. وهاي اذا كان اكو توصيل وصلوها، اذا كان الزبون زبوننا دائم يجي يستلم هوني او معميل فيجي يستلمه من هوني.